أسعد الله مساءكم أحبتنا مشاهدي نورسات الأردن، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج عين على المشرق في حلته الجديدة. تأتي إليكم هذه الأمسية عبر شاشة نورسات الأردن من جبل ويبدا، جبل التاريخ والعراقة والأصالة. في هذا المساء نلقي نظرة على شهر أيلول، شهر بدء الدراسة والتعليم، وبعد 18 شهرا من الحظر، ومن مصطلحات تكررت كثيرا، وجدنا أن الإجابات يمكن أن نجدها في هذا المساء وعند ضيفتنا، وهي الضيفة التي سعد برنامجنا بأن استضافها في أيام الكورونا، في أيام الجائحة. صديقتي هي ضيفتي، وضيفتي هي صديقتي وأختي. إنها عين من أعيان الوطن، هي عضو في مجلس الأعيان 26، هي عضو في مجلس الملك، سيدة سياسية. قالت عنها مجلة الأعمال الأردنية عام 2008 وفي عام 2014، قالت عنها بأنها أقوى نساء الأردن. أما مجلة فوربس الأشهر في العالم فقالت أنها أقوى، من بين أقوى 200 سيدة في العالم العربي، ولأنها كذلك فهي في منصب مهم في قبة مجلس الأعيان، قبة الأمة، وتحمل حقيبة رئاسة لجنة المرأة. ضيفتنا أيها السيدات والسادة هي أيضا تربوية، وعملت في حرفة صناعة الأجيال، حرفة التنشئة، تعليم. التعليم هو صنعة الأنبياء والرسل، كاد المعلم أن يكون رسولا، ومسيحنا الفادي هو المعلم، معلمنا الأول. ضيفتي هي معلمة وهي عالمة. في هذا المساء تأتي إلينا بعد نهار يوم طويل حافل، تأتي إلينا لتسمعنا خبرتها ولنغرف من تجربتها. إنها سعادة العين العزيزة هيفاء النجار. يا مساء النور. يا هلا فيك أبونا، مساء الخير. أنا سعيد أنه مساء المحبة. أنت مرة للمرة الثانية تطلي على جمهور عين على المشرق. سعيدة بوجودي معاكم دائما. الله يبارك فيك سيدتي. 18 شهر من كورونا. صحيح. استجد عندنا على قائمة المصطلحات والمفردات تعليم عن بعد، أونلاين، وجاهي، فاقد تعليمي. صحيح. منصات تعليمية. صحيح. شو اللي صار ستي؟ أولا شكرا أبونا على الاستضافة، سعيدة بوجودي معكم، وكل عام وأنتم بخير. بعيد الصليب امبارح كان عيد الصليب. صحيح صحيح. فالحمد لله. وإحنا بالويبدة، أحببت إنه إحنا بالويبدة، الويبدة وجبل عمان قلب عمان، وعمان بالنسبة إلي بقلب الأردن.
والأردن بقلب العالم العربي والعالم العربي بقلب العالم. فبالتالي أنا هيك بحس إنه إحنا اليوم ننطلق من قلوبنا وأرواحنا من تلفزيون نور، وإذا يعني أحسننا ما نقوم به فعلا يستطيع الأردن أن يكون مصدر للنور للإنسانية جمعاء. بس بالمقدمة أبونا تعبتني مقدمتك كثير. عالمة أنا مش عالمة، أرجوك لست بعالمة إطلاقا، وأنا مش سياسية. قد في بعض الأحيان ألبس طاقية السياسي، ولكن في معظم الأحيان أنا أحمل طاقية التربوي الذي ينطلق في عمله من حب وشغف من مواطنته الأردنية، من كوني بنت الزرقاء، من كوني بعشق طلابي وطالباتي، من كوني أؤمن تماماً بأنه بدون رفع سوية التعليم، إعادة الحياة، إعادة النور، إعادة الفرح، السعادة، الأمل، إعادة بعد الإبداع والابتكار، الحوار لمدارسنا، الناس اللي بتسمع بعض، الناس بتتفاعل مع بعض، يعني هاي طريقنا للمستقبل. البعد الروحي في مؤسساتنا، البعد القيمي، البعد الأخلاقي، البعد العقلاني بالتأكيد مهم كتير أن نعلم العقلانية والبحث العلمي والمنهجية العلمية في التفكير، ولكن ما معنى للفيزياء البحتة بعزلة عن قيم وأخلاق؟ هنا علمنا فيزياء وكيمياء وأنتجنا قنابل نووية، أنتجنا أسلحة نقتل فيها بعض. ما الإنسانية ما بتحتاج لصناعة أسلحة، الإنسانية بتحتاج اليوم لصناعة خير، والأردن صانع للخير والمعلم صانع للخير. وذكرت إشي يعني هيك خلاني أرجع أتواضع كثيرا لما قلت سيد المسيح يسوع المعلم. تخيل إحنا قديش أمامنا نموذج ننتهل منه، كم من الأعوام وكم من الساعات وكم من العمل الصادق الحقيقي المؤمن يعني الناضج الحكيم، لأن نحاول أن نرتقي لسيد المسيح. أمامنا طريق طويل، ولكن أملي ودعواتي وصلواتك أبونا أن نكون بالطريق الصح. أنا يعني الحديث عن رسالة المعلم والتعليم والمدرسة والمؤسسة التربوية، هذه نريد أن يعني أن نطل عليها يعني عند اقترابنا من نهاية البرنامج. حتى الآن بدأت مسيرة التعليم الوجاهي بعد 18 شهر سنة ونصف. كيف ترين العودة إلى التعليم الوجاهي؟ من أجمل ما يكون، عودة جميلة وعودة محمودة إن شاء الله، عودة بدها وعي من الجميع. اليوم صباحا كنت في لقاء صباحي مع طلابي وطالباتي، راجوتهم حطوا كماماتكم، أرجوكم ديروا بالكم على حالكم. لا نستطيع أن نجازف بالعودة للإغلاق، لا نستطيع. قد يكون هناك موجة قادمة، علينا أن نستبق، أن نكون استباقيين ونقاومها من الآن. لا نستطيع، يجب على المدارس أن تستمر، علينا أن نناضل جميعا من أجل استمرارية المدارس، مع أهمية. وممكن نحكي عن التعلم عن بعد والأونلاين ومنصات التعلم، كله له أهميته وكله بيمثل فرص جديدة لتطوير التعليم، ولكن التعليم الوجاهي تعليم محمود ضروري. عودة الحياة، طلابنا مين بيعطي الحياة للمدارس؟ هالطلاب، هذا الشباب مين بيعطينا الإصرار، الصلابة، الاستمرارية؟ مين بيعطينا التعلم المستمر؟ هدول الطلاب تعلم معهم وبتعلموا معنا، ما منجيش معهم. اليوم العودة بعد 18 شهر لسه أمتع من عودة. دائما العودة للمدارس متعة وفرح وسعادة، وأنا بالنسبة لي بكون بغني الصبح ودندن وأرتل
بستمع لآية من الإنجيل، بسمع بستمع لفيروز، يعني بكون بحالة فرح خلال الصباح، يعني بفيق هيك بإحساس ما أجمل الحياة وإحنا عائدين للمدارس. ولكن هذه العودة بالذات لها معنى كان مختلف، لأنه إحنا كنا فعلا بحالة ابتعاد 18 شهر والمدارس كانت بلا حياة. صحيح كان في تعلم من خلال المنصات الإلكترونية، صحيح حاولنا أن نقدم محتوى تعليمي من خلال منصاتنا الإلكترونية، ولكن لا شيء يعوض عن وجود الطلبة بحوارات يومية مع بعض، إحنا نتعلم من بعض، من وجود الطلبة بالمختبر، من وجود الطلبة مع بحوار ديبيت تفاعلي، وجودهم مع زملائهم، وجودهم بالملعب عم بيلعبوا كرة سلة وكرة قدم، عم بس على المسرح عم بيقدموا أغنية. اليوم غنوا معهدي يا معهدي، غنوا موطني، ممكن نغني أونلاين، غنينا موطني أونلاين، بس مش زي ما نكون مع بعض نتطلع في بعض ونعيد النظر والتأمل بكيف كنا ندير العملية التعلمية التربوية. يعني اليوم أنا سألت طلاب مين جديد في المدرسة اليوم، رفعوا أيديهم، قلت لهم أنا زيكم، أنا جديدة، حتى لو أني ختيرت السنين بهالمدرسة أنا جديدة. إيه كيف أنتم؟ أنا جديدة متجددة، عدت وجاهيا من المدرسة بحلة جديدة، أنا لم أعد هيفاء نجار التي كنت قبل 18 سنة. اليوم إذا أنا بالتعليم الوجاهي بالعودة للمدرسة ما كان عندي منظار جديد لدوري، منظار جديد للمدرسة، منظار جديد لزميلي، منظار جديد لكيف العلاقات الإنسانية بهاي المدرسة، وقدرتي على مواجهة نقاط الضعف اللي إحنا عنا إياها ونمارسها، وعلينا بهيك بصدق إنه نعترف فيها إنه أخطأنا هناك، لا كان لازم نعمل هذا أحسن، لا كان لازم يكون في عنا نظرة استباقية، كان عنا رد فعل بهذا المجال. كيف بدنا نعلم طلابنا مع بعض أن لا نخاف من الخطأ، أن نكون مساءلين؟ أنا بدي أقدم حالي نموذج أمامهم للمساءلة. لكن أبونا مع هذا التعليم الأونلاين كان مهم، تجربة مهمة للأردن وعلينا أن لا نهملها. هل نجحت؟ في بعض الأماكن نجحت، نجحت ونجحت نجاحا. نعم. إذا بدنا نحكي بمعايير دولية نجحت نجاحا جيدا وكبيرا. نعم. حتى ولازم بحكي بتواضع، في مدارس في الأردن صحيح. في 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 مناهج الدولية أثبتت إنجازا كبيرا، ويعني العالم اعترف بنتائج طلابنا، وطلابنا اليوم تم قبولهم بأحسن جامعات العالم. ولكن هذا لا يعني أن لما بيكون في مدرسة أو تنتين أو ثلاثة أو أربعة أو حتى عشرين إحنا لا نمثل الأردن. بالتأكيد الحكومة وزارة التربية والتعليم بذلت جهد أن تعطي البديل، وعلى عجل أطلقوا منصات، أكثر من منصة إلكترونية، شغلوا التلفزيون التربوي، ولكن هذا لا يكفي. بالتأكيد أنت سألت، بالتأكيد هناك فاقد تعليمي حتى عند المدارس. أنا برأيي هناك فاقد تربوي، فكيف لنا أن لا نعترف بأن هناك فاقد مهاراتي مفاهيمي ما يتعلق بتعليم الرياضيات والكيمياء والعلوم الاجتماعية واللغة العربية واللغة الإنجليزية؟ بالتأكيد هناك فاقد تعليمي. دورنا اليوم كيف بدنا نجسر، وأعتقد أنه كمان كان في محاولة جيدة للتسيير، للتوقف عند وين فقدوا الأولاد مهارات، وين فقدوا مفاهيم أساسية ضمن البناء الأكاديمي. تعليم أبونا المنهاج المدرسي هو عبارة عن scope and sequence، تسلسل وتتابع. نعم. يعني إذا بتخسر إشي اللي وراء بيجيك ضعيف، فبالتالي أنت ترجع لك تعلم مفهوم، المفهوم القبلي الطالب مش متمكن فيه بيخسر المفهوم البعدي، وهون بتصير سلسلة الضعف التراكمي اللي بيصير عند الطلاب. تحصيل الفاقد التعليمي واضح أنه تم أخذه بعين الاعتبار. بالتأكيد. أنا سؤالي للتربوية صاحبة الخبرة التي تسوس، مشان نبعد عن سياسية، التي تسوس مؤسستين تربويتين كبيرتين
ناجحتين بعد 18 شهرا، ألا ترين أنه كان هناك فاقد تربوي بسبب حاجة الطالب الآن إلى إعادة تهيئة نفسية؟ بالتأكيد. بعد 18 شهرا، يعني التعليم هو يبني شخصية الطفل. ولا أستطيع أن أرى، خاصة يعني في الصفوف الثلاثة الأولى كما هو يعني متعارف عليه، لا أستطيع أن أرى تفاعل هذا الطفل أونلاين. بده يتعلم الحوار، بده يتعلم التكيف، بده يتعلم الاندماج مع الآخر. هذه العزلة، هذا الحظر الذي عزل، كيف ترين الخروج منه؟ البعض يقول أنه يعني التهيئة النفسية قد تأخذ مدة. أكيد. فما أنتم فاعلون؟ المدرسة اليوم، أبونا بلشت حديثي بأنه أنا لم أعد، أنا اليوم في المدرسة لم يعد دوري التأكد من الأنظمة والسياسات والنظام والانتظام. في المؤسسة ماشية، في ناس مسؤولين، صار في أنظمة موجودة في محلها. إحنا مدارس قديمة ومتجددة، ففي عنا سيستمز، أنظمة، وعنا سياسات، ومنحترم فكرنا وفلسفتنا موجودة، مع أنه إحنا مرنين وديناميكيين ودائما يعني ما لا نتوقف عند حد في التعلم المستمر. من هون دوري أنا اليوم مش المديرة التي تعين، المديرة التي تتابع تنظيم السياسات، تغيير السياسات والقوانين وتشريعها مع الطلاب ومع الأهلين. أنا اليوم دوري فعلا هو حماية العافية الشمولية للمدرسة. يا سلام. الويل بينج لطلابي. بالتأكيد الطلاب عودتهم بدها تحضير، هن لهم فترة قد ما نحكي علمنا أونلاين، هن كانوا في حالة استرخاء بالبيت. نعم صحيح. فقدوا الروتين اليومي، أهليهم أيضا بدهم يرجعوا على المدارس. الله يعين رجعوا، كان في حالة قد يكون من الاسترخاء وحالة من التوتر أو حالة من الـ من الـ من الراحة في البيت. بدرس وأنا عم باكل ساندويشي، بسكر كاميرتي إذا أنا مش جعبالي أشوف الأستاذ، بقعد بالشورت. المدرسة اليوم في عودة، بالإضافة لتغيير الروتين والعودة لروتين مختلف. اليوم الطلاب بحاجة يرجعوا لمعلم ولوح وصف ومختبرات ويتعايشوا مع الطلاب اللي حواليهم. فبالتالي كتير مهم أن نراعي الحالة الصحية النفسية عند الطلاب من كل النواحي، العافية الشمولية، أنه يشعروا براحة وأمان، أن يعبروا عن مشاعر إذا صار في عندهم مشاعر إحباط، إذا حسوا بالتعب احنا نتعاطف معهم، لانه ممكن كتير الطلاب يحسوا الطالب اللي كان بالبيت مرتاح يجي من الصبح يقعد للساعة 4 بالمدرسة بده يرهقه، بيرجع على البيت بده ينام، بده يكونش عنده وقت لمتابعة البرامج الأكاديمية اللي عليه، بيجي تاني يوم مش محضر حاله. فانت على مدرسة بدك تكون ذكي بتنظيم وقت الطلاب، بكيفية توزيع البرنامج المدرسي، بانه حتى تعطيهم يوم اونلاين. طبعا اليوم احنا بنحكي بالتعلم الوجاهي، ولكن اعتقد يعني لابد لنا ان نعيد التفكير بانه يوم اذا طالب اليوم، احنا ما فيش طالب بيغيب، حتى الغائب بالبيت لا يغيب، هناك في تعلم من المنزل، هو مريض في البيت، بس هو احنا عندنا كل الحصص ستريمينج اونلاين لليوم. الأهل بيقدروا يشوفوا ابنهم جوا الصف كيف عم تعلم الآن. للآن بدنا نستفيد من هاي التجربة، ما منخاف منها. الأهل حقهم يشوفوا أبنائهم بالصف، الطالب اللي بيغيب حقه يتعلم، وأيضا هناك تفاعل فردي بين الطلاب والمعلمين، ما زالت شبكات الحوارات الفردية قائمة. الطالب يستطيع على منصاتنا الإلكترونية تيم، وإحنا كمان بدنا نعلن عن منصة إحنا شكلناها بالمدرسة سميناها أمل، اللي يعني نجحنا أردنيا بطاقات أردنية، بطاقات من المدرسة، من خريجين وخريجاتنا، من مواهب وشباب يعني بالأردن، أن نطلق منصة إلكترونية متكاملة، منصة
موارد بشرية، إدارة مالية، برامج أكاديمية، كل برنامج البكالوريا الدولية موجود. يعني أطلقنا منصة إن شاء الله بتكون منصة هيك نفخر بها أردنيا للعالم، إن شاء الله نطلقها قريبا. فالمنصات الإلكترونية بعدها موجودة، بدنا نستفيد منها. كمان كان في تجربة عند الطلاب أبونا، يمكن هاي بتروح عن بالنا، قعدوا كتير مع أهلهم بالبيت. الأهل في فترة زمنية كنا نحكي للأهلين إنه ابنكم عنده أكثر من شخصية، في شخصيته بالبيت. أنا اليوم هيفا بحكي معك أبونا نبيل، بحكي معك بطريقة غير يعني في بيتي، مع إنه أنا ختيرت وصرت منسجمة مع نفسي. بس إذا إحنا الكبار أحياناً بيكون عندنا أكثر من عندهم شخصية في بيتهم، عندهم الشخصية مع أساتذتهم، عندهم شخصية مع أصحابهم، وعندهم شخصية أخرى مع الأونلاين على الميديا، عندهم شخصية رابعة. الأهل اليوم اقتنعوا معنا. لما كنا نحكي للأهل إنه تقول الابن أخطأ مثلاً أو الابنة أخطأت، الأهل رأساً بيصيروا دفاعيين عن أولادهم، بتخيلوش هذا ابني أنا ربيته. الدنيا تغيرت لدرجة إنه إحنا لما قعدنا مع أولادنا وأبنائنا اكتشفناهم من جديد، والأبناء اكتشفوا أهليهم من جديد. أيضاً صار في حالة توتر في المجتمع الأردن بوضع اقتصادي صعب، وضع سياسي. هذا البلد صموده سيكتب قصة في يوم من الأيام للعالم للإنسانية. كيف قدرنا نصمد إحنا؟ جائحة ومعارك إقليمية ضدنا، ولكن لأنه إحنا أهل الخير، لأنه هذا البلد عبقري لأنه في، وأنا مش بحكي السياسة، بحكي فهم تاريخي، لأنه في هاشميين بالأردن. الهاشميين أسسوا هذا البلد على مبادئ الاعتدال، على مبادئ القيم المشتركة، على مبادئ التعدد، على مبادئ واحدة مثلي بفخر تقول أنا أردنية عربية مسيحية مسلمة بالثقافة والحضارة، وجودي مشاركتي بمساهمتي بالحضارة العربية الإسلامية مثلي مثل أي، أنا مساوية لكل أنا بنطلق من دستور عادل، من دستور ينطلق من هاي المساواة، من العدالة. هذا الهاشميين في هاي القيادة. تخيل أنه بجائحة وكل العالم بيحاول يخرب علينا، وانت عارف عن ايش عم بحكي، بدناش نحكي سياسة، وصمدنا ورجع دورنا الإقليمي. اليوم احنا لأنه احنا نصدق فيما نقول، احنا عندنا رسالة واضحة، ونحن نصدق شعبنا، نصدق. ولكن ايضا شعبنا في تحديات. الله يعين، فيش صناعي لم يتأثر، فيش مزارع لم يتأثر، فيش معلم لم يتأثر، تأثرنا اقتصاديا والبيوت تأثرت بالضبط. فبالتالي الأولاد اليوم والبنات شافوا أو يعني عاشوا حالة من التعب والإحباط، أهل معاناة، دفع أقساط مدرسية، بدنا نرجع على المدارس، ففي معاناة. دورنا إحنا دائما نكون نطلق طاقات إيجابية. المدارس ما تزيد هم الأهل، بصراحة أحكي لك يعني. لا نزيد هم الأهل بالدفع الفلوس، ولا نزيد همهم بالنكد، الأولاد تعلموا ولا ما تعلموش مسؤوليتنا. نخفف عنهم، نرفع هيك مستوى الطاقة الإيجابية في المجتمع الأردني، على الأقل في مدارسنا، على الأقل نبتدئ هيك بأنه أولادكم مناح، أولادكم متميزين، أولادكم عندهم طاقات ممتازة، وإحنا بدنا نخفف عنكم مصاريف. قد ما بنقدر ندعم بعض كمجتمع، قد ما أنا اليوم حكيت للطلاب تروم قعدنا سنين بدون ملابس جديدة، ما صرفنا كتير، بنقدر ما نصرف. هينا احنا، انا اختي ان طلت اواعي لهم عندي كذا سنة ورجعت لبستهم، هاي بحس حالي عم بلبس جديد، ما في داعي اشتري، فما في داعي اعود للنمط الاستهلاك اللي كنت عايشته، ما في داعي نرجع لصرف كتير. نقدر ناكل شوربة عدس ونستمتع فيها، بنقدر ناكل منسف ونستمتع طبعاً فيه طبعاً طبعاً بالتأكيد صحيح. ولكن بنقدر أيضا أنه هيك نتأنى، نتأمل، يعني بدل ما نغرق أنفسنا بالاستهلاك والصرف، نغرق أنفسنا بالشجر الحلو، بالطبيعة، بالزراعة، بالجوانب الروحية من حياتنا. في فرصة يعني بقدر قديش طلاب هاي العافية الشمولية اللي نحكي فيها. أنا كنت أسأل عن هذا التعافي،
التعافي الاقتصادي، التعافي الاجتماعي. أنا عم بسمع وأحس بالطمأنينة أن هناك من يفكر هكذا وبهذه الطريقة، أن المؤسسة، المدرسة، المؤسسة التربوية ليست مشروعا تجاريا أبدا. المؤسسة التربوية هي مصنع تنشئة. أكيد. وأنا عندما قلت بأنه أنت احترفتي صنع الإنسان والتنشئة، أنا أحس بغبطة كبيرة، وأنا بسمعك عم تحكي بهذه الإيجابية، وحتى بدك تأخذي دور التعافي مش لمحيط المدرسة. أكيد. وما في داخل المدرسة عم توصلي إلى قلوب وبيوت الناس. هذا أجمل ما فيه إعادة بناء الثقة بالنفس، وهذا يبدأ على مراحل على الرحلاية. أكيد أكيد. أنت حكيتي شيء مهم، لمستي موضوع الأسرة، والأسرة مرت بتجربة. أكيد. في عنا مؤسسة تربوية كلها عافية، يعني مثال على هذا مدرستك وبهذه الطريقة اللي بتتحدث فيها شيء رائع. بالمقابل في عنا الأسرة التي ربما قصرت، ربما لم تستطع، أنهكت، تعبت. وين منشوف التلاقي ما بين دور المدرسة مع دور الأسرة؟ وأنت من أقوى امرأة في 2008 و2014. هذه القوة اللي أرى فيها كل هذه الإيجابية. أعطيني تجربتك، المرأة والمدرسة، التربية. أبونا دائما، وحكيت اليوم للطلاب هلأ بالتخريج، يعني دائما بتعامل بستذكر والدتي. أنا حكيت لك يا طيب. بدلني أعيدها، مش بس من شان أنا عارف أنت عارفها، يمكن الناس زهقتها، بس أنا بعيدها مشان أنا أسمعها ويضل صوت والدتي بضميري. كانت والدتي تحكي لي وين ما تروحوا وين ما تيجوا تذكروا طاولة المطبخ اللي طلعتوا منها. إذا عندكم العالم كله وما كان عندكم القدرة أنكم تستمتعوا بالزيت والزعتر بلقمة، إذا ما عندكم صديق بقعد معكم على هاي الطاولة تستمتعوا معه بالزعتر والزيت وحبة الزيتونة، ما عندكم شيء. لو عندكم القدرة أنكم تشتروا كل أكل الدنيا إن شاء الله، الله يوفقكم، هيك كانت تحكي لنا، صيروا تاكلوا مناسف وتاكلوا اللي بدكم إياه، ولكن شو ما بيكون إذا ما كان عندك الصديق حواليك على طاولة المطبخ، تستذكر دائما ماضيك من وين إجيت وما تطلع عنه، طور حالك، بس دائما بدك تكون فاهم حالك من وين إجيت. الشغلة الثانية، كنت لما أزعل من أصدقائي توقفني قدام المرأة تقول لي وقفي وحملي الشخص المسؤول عن الخلاف المسؤولية، وحملي الشخص المسؤول عن الخلاف حل المشكلة اللي صارت. أروح أنا أسمعها، أنا اللي قدام المرأة، الحق علي، أروح عند أصدقائي صديقاتي وأحل المشكلة وأعتذر أو كذا أو أحكي، أرجع البيت هقولها حلت المشكلة وهينا كله تمام. قلت لي طب ارجعي احكي مع الشخص، اشكري الشخص اللي حل المشكلة. هقول هايني انا امام المرأة شكرت. قلت لي لا لا لا، وين انت رايحة؟ تعذبني كانت في هالقصة، وين انت رايحة؟ لما في مشكلة انت مساءلة عنها، لما في تحدي واجهي بمسؤولية كاملة، ولكن لما في حل واجهي بتشارك جمعي. ما تصدقي انه انت لحالك بتحلي كل مشاكلك، بدنا دائما نحس انه احنا شركاء مع الاهلين، شركاء مع المجتمع، انا وياك اليوم شركاء، انا والاخ احنا اليوم نقدر بدونه اللي عم بصور نعمل هذا اللقاء، احنا وياه شركاء اليوم، في شراكه، في طاوله مشتركه. الاهل اهم شيء بجمعنا، انه هن اغلى ما عندهم بين ايدينا طبعا، في المطلق آه. عندهم أغلى شيء بين إيدينا،
إذا إحنا خدمناهم شو ما نعمل بيغفروا لنا، جانب الواحد بيغفروا لنا لأنه بيعرفوا إنه إحنا بنحب أولادهم، إحنا عم نخدم أولادهم. فالأهالي بطبيعتهم ما دام أنت عم بتقدم الخدمة النوعية لابني وداير بالك عليه، إذا هون صار الباص تأخر شوي، المدرسة قصرت شوي في ما كانش ما اجتش المي هداك اليوم، وما كناش استباقيين، وجماعة الصيانة ما انتبهوا انه ما في مي، ما كانش ما بيصيرش عيب المدرسة ما يكون فيها مي، ما كان في مي، بيغفروا لنا. وايضا لانه عندهم اغلى ما عندهم بين ايدينا كمان بحاسبونا. المشكلة بتصير وين؟ انه احيانا الاهل بيعتبروا حالهم خبراء، بيعتبروا حالهم خبراء لأنهم دخلوا في المدرسة. هلا أنت لما بتروح تعمل غرفة عمليات، الله لا يحوجك، بتروح بتسأل الدكتور أنه مقص بدك تستعمل وشو نوع السكين بدك تستعمل، أنك مش خبير، خلاص نسلم أمرك للطبيب اللي وثقت فيه. في المدارس الأهل مش هيك مقاربة، الأهل مش هيك، الأهل دخلوا على المدارس وكلنا خبير في ما نقوم به، دخلوا ما نقوم به. إحنا بدنا نحاول نبني التوازن مع الأهل. لا، في إشي اسمحوا لنا فيه يا جماعة، إحنا همنا مصلحتنا مشتركة. الدخول على خط التقني بده يعطل على ابنكم تعلمه، ادخلوا على أي خطوط أخرى. واليوم بدنا إحنا نكون عنا وعي، لأنه إحنا المدرسة، إنه لما بيجيك أب محبط بأول السنة بده يدفع الأقساط، كان أول شيء عملنا لقاءات يعني معمقة مع الدوائر المالية، مع الـ HR، مش بس مع المعلمين والمعلمات. يعني كان أول مدخل إلنا مع الأهالي إنه عملنا أونلاين بايمنت حتى نخفف عنهم يجوا على المدرسة، ما يشوفوا بعينهم هالأقساط الله يعينهم يقولوا بدي أدفع. فبالتالي قديش بدك تدفع أونلاين ادفع، قصة قد ما بدك. فإحنا عدد كبير من الأهالي ما إجا على المدرسة، واللي إجا على المدرسة استقبل بحفاوة وتكريم ويعطيكم ألف عافية وما شاء الله عليكم وشكراً لكم. ما أعطيناهم مجال يجوا يكونوا مضاجين، لأنه هني في تحدي اقتصادي بيعيشوا فيه من الأقساط، وأقساط مثقلة، الوضع الاقتصادي صعب. خففنا بقدر ما نستطيع عنهم عبء المواجهة. وأي حدا من الأهل كان نحس إنه بده يعني في مواجهة، كنا نحميه من المواجهة. يعني هاي كانت رسالتي، نحمي الأهل من العصبنة والنرفز، لأنه بدناش حدا يدور بهاي الدائرة. بدنا قد ما نستطيع بدخل الأهل بدفعوا بتنظيم بترتيب، في أغنية جميلة، فيروز دائما موجودة بالمدرسة، نطمنهم. بداية المدرسة ما كان في تسجيل، بتعرف بداية العام الدراسي أبونا كتار ما سجلوا، كانوا يفكروا زي السنة الماضية، غير الاتهامات اللي توجه لوزارة التربية والتعليم. نعم. أنا حكيت لك وزارة التربية والتعليم أبطال بصراحة، مع كل انتقاداتنا عليهم أبطال، أبطال. ورجعوا المدارس نجحوا، إحنا عنا أعداد أبونا ما حدا بيقول على الأردن، نحكي كلنا على تراجع التعليم، تراجع التعليم أكيد صار في تراجع، بس هذا البلد كان يخدم 3 مليون صار عنده 10 مليون. فمين في مجتمع يستقبل 1.5 مليون لاجئ بالمدارس؟ صحيح. كيف ابن المفرق استقبل عبء؟ فإحنا هذا البلد ضخم. يعني مع أهمية أن نعمل على التطوير التربوي، وإحنا بنشتغل من أجل تطوير دائم. يعني حتى بحكي أنا، إحنا عنا منجز كتير كبير بنبني عليه. بدك تعطي الناس مبررات للأمل، مش كله إخفاق وفشل، لا، في نجاحات عشناها وفي نجاحات لازم نحتفي فيها ولازم نواجه وين أخطأنا، بس وين إحنا فعلا في ظرف صعب مرقنا فيه كأردن. نعم. اللي وصلنا للحالة اللي إحنا فيها، وكيف بدنا نرجع مع بعض جميعا، مع بعض بوحدتنا، بعملنا المشترك، بمحبتنا، بعطائنا اللامحدود، بمواطنتنا، مش بحقوق وواجبات. أنا بحكي بواجبات وحقوق، أعمل واجبي. نعم. أنا بحكي للأهالي ولطلابي، انتقدونا يا أخي، بس ما تكبوا علينا طاقة سلبية، انتقد
بلدنا ما بدها طاقة سلبية، النظام التربوي والمدارس ما بدها طاقة سلبية، ولا الأهالي بدهم طاقة سلبية. كل ما كنا إيجابيين، كل ما كنا قادرين نقدم البدائل الإيجابية. إحنا بننتقد بدون أمر، انتقدني بس أعطيني بدائل، قل لي هاي الطريق غلط بس ساعدني كيف أصلحها، أعطيني تفكيرك بإصلاحها. يعني كل ما دعيت الناس لأن يكونوا شركاء، كل ما قللت من إمكانية النزاع وما ضوعت وقتك بفض النزاعات. كل ما حاولنا إنه إحنا نجيب الناس للطاولة، وأنا بعرف إنه واقع مدارسنا مش واقع مدارس المملكة الأردنية الهاشمية بالتأكيد، ولكن أيضا لما بروح على المفرق وبروح على عجلون وبروح على جرش وبروح على الكرك، بحس بأمل شديد. أبونا شباب أذكياء، نساء متميزات، يعني فعلا الأردن فيه طاقات استثنائية. بعد الكورونا سعاد أستاذتنا وخبيرتنا، يعني 18 شهر كورونا، الآن هناك في عدم ثقة صحيح بين الأهلين حول مواجهة الوباء. كيف ترين أنا وبعدين المدارس مش بس عمان؟ صحيح احنا في عندنا مدارس طبعا وضعها صعب جدا، ما كان عندها اونلاين وما كان عندها حتى التلفزيون ما كانش واصلها. يعني كيف بتشوفي الطريق التعليم بالاردن الى اين؟ انا اولا في اراده سياسيه واضحه، ويعني مش بس واضحه، اعتقد ما في مجال للتراجع عنها بعملية الإصلاح الشمولي. في عنا رؤية شمولية تكاملية لمفهوم الإصلاح على أكثر من مستوى، إصلاح سياسي وإصلاح على كافة الصعود، وبجوهر الإرادة السياسية والرغبة السياسية الصادقة بالإصلاح، جوهر الإصلاح التربوي، التطوير التربوي، هذا موجود بالأردن. والأردن عمل اليوم، في عندك المجلس الأعلى لتطوير المناهج، عندك اللجنة لمجلس الملك، اللجنة الملكية لتطوير، تم تأسيس المجلس الأعلى للمناهج، عندك شكلت لجنة ببداية العام الدراسي لتطوير برنامج الثانوية العامة، هناك مشاريع تدريب متميزة. ما بدنا ننسى التطور والتطوير اللي صار على أداءات معلمينا من خلال أكاديمية الملك رانيا تدريب المعلمين، بالرغم من كل الهجوم اللي صار عليك. هاي أكاديمية نفخر فيها، نفاخر بها العالم، بتقدم أساليب وأدوات وبتمهر المعلمين وبتغير في نمط تفكيرهم من أجل أن يكونوا معلمين مبدعين يعملوا بشغف من أجل الإبداع. في نهج الكورونا أثبتت أيضا أنه عندنا طاقات شبابية، عندنا الأونلاين. أبونا اللي عملوا كل المنصات الإلكترونية في دول الخليج العربي معظمهم أردنيين. أهم منصة في قطر سمعتها من صديق عزيز جدا، الشاب اللي بعمل المنصة اللي خلال 3 ساعات بتجدد إقامتك، 3 ساعات بتجدد إقامتك أو بتعمل إقامة لزوجتك. هلأ في قطر اللي عامل هاي المنصة، متراش اسمها أظن، أردني بدبي. إحنا شبابنا مبدعين، ففي عنا فرصة إنه الأردن يكون منصة لإطلاق إبداعات الشباب. وعنا مؤسسة ولي العهد جادة فيما يتعلق بالتعليم التقني، وهذا ما رح يكون تعليم لأهل عمان الغربية، رح يكون لكل الأردن. يعني إحنا كل ما انفتحنا وشفنا الأمل عند كل شباب طفيلة ومعان وإربد والمفرق والبادية، وفي محاولة جادة إنه الإصلاح لا بده يكون موجود، بدنا نرجع نفكر بأردن منتج، بدنا أردن منتج، فإذا بدنا مناهج منتجة، بدنا أردن، بدنا نحكي بصناعات أردنية، بتصدير أردني ضمن تربية وتعليم. عم بغلبك أنا بالمنح الشمولي التكاملي؟ أبداً لا، عم بشت عن التعليم؟ أنا سعيد أن أسمع، لأنه
الحديث عن المدرسة ليس فقط على المستوى التقني وعلى الصعيد المنهج والكتاب والدفتر. المدرسة تتجاوز ذلك بكثير. أولا المدرسة تعلم الكلمة، الحرف، الرقم، وتعلم أن يكون الإنسان إنسانا. يعني وهذا ما نريده اليوم. أنسنت التعليم. أنسنت التعليم، نعم. إنه المعلم يشوف حاله مش قاعد عم بيعلم كيمياء، هو إنسان يعلم إنسان، ولكن المادة التي الوسيط لمشاركة إنسانيته مع الإنسان الأمامه، نعم، كمتعلم ومتعلم، مش كمعلم ومتعلم. أنا بدي أرجع لقصة يعني كثير تثير عاطفة. الحديث عن المرحومة والدتك، وأيضا بدنا نتحدث عن جيل اللي كان فيه، يعني جيل الطالب اللي كان يرى في الأستاذ والمعلم والمعلمة قدوة. الحديث عن المناهج كثير مهم جدا، لكن أنا أعتقد أن الحديث عن المعلم أهم. والمعلمة هو أهم. الحديث عن مرافق المدرسة كثير مهم، لكن الحديث عن روح المدرسة هو أهم. إحنا في المملكة الأردنية الهاشمية التي نعشق ترابها وسماءها، مدارسنا مدارس المسيحية، صحيح، كان لها الدور والفضل، كانت ريادية، صحيح، في نشر التعليم والثقافة والتنشئة. أين مدارسنا الآن من رسالتها؟ وأنا لا أتحدث عن مطران والأهلية والفرير والترا سانتا، أنا بدي مدارس التابعة للكنائس طبعا، اللي عم يتضاءل عم بتضاءل دورها. متى وكيف يمكن أن نجد على رأس هذه المؤسسة؟ يعني بديش واحد بس يكون إنه هو مسؤول، هو اللي بوقع الدفتر، صحيح، الشيكات. أخذتيني أنت إلى المكان الذي ينبغي أن نذهب إليه، وهو إنه أنت على رأس المدرسة، مش دورك بس توقع آخر شيء هذا بتعمل آخر النهار تربوي. طبعاً. إيش رسالتك؟ إيش رسالتك لهذه المدارس؟ أنا بدي مدارسنا التي كانت بالقمة، أين نحن الآن؟ أنا أتمنى أن نعيد بناء عملية تعلمنا عن مدارسنا، to unlearn and relearn، يعني النموذج السابق للمدارس بدنا نعيد النظر فيه وبتأني وهدوء. المدارس، أنت حكيت أبونا إشي كتير مهم، روح المدرسة أهم من كراسيها وأثاثها، روحها، بيئتها، قديش الناس اللي فيها بتحكي مع بعض، قديش فيها، قديش توفر هاي المدارس مساحات من التعبير، مساحات من الحوار ما بين الطالب والطالب، الطالب والمعلم، الطالب والمجتمع، قديش الطالب من خلال هاي المدرسة يتفاعل مع مجتمعه. تسمحي لي، بديش أقاطعك، أنا حديثك طيب وعذب ومؤثر. شو كان الحديث في أيام الجائحة؟ تخفيض رواتب المعلمين، صحيح، 20% 30% أونلاين، مش ضابط، بدنا نطلع هذول، ندخل هذول طلاب مش دافعين، اطردوهم. أنا بسمع منك كلام يثير غضبي، لأنه المدرسة إذا لم تكن بهذا الإحساس مش مدرسة. صحيح. شوف، احنا انا مثلا تجربتي اني اصريت وبصلابه ان العام الماضي نزيد رواتب المعلمين. احنا لم نوقف راتب معلم اطلاقا، لا بالعكس، زدنا رواتب كل معلم ومعلمه وعامل وعالمه وعامله ومدير ومديره في مدارسنا 5% الرواتب بعز الكورونا، بعز الجائحه.
ليش طيب؟ الرسالة ليش؟ أن ليه الرسالة؟ أنتم يا أيها المعلمون، أنتم الأبطال المدرسة، أنتم رغم الظروف الصعبة، الجائحة، أزواج وزوجات قاعدين في بيوتكم، أمهات وأباء عم بتعلموا، بتقدموا من روحكم لطلبتكم، ما سمحتوا لا مستوى مدارسكم يتراجع، كنتوا بخدمة طلابكم ليلا نهارا في المدرسة، أيام التعليم الوجاهي كنتوا موجودين بالمدرسة، اليوم ليلا نهارا المنصة مفتوحة كل الوقت لتعليم الطلاب، الطالب اللي مش قادر يتعلم عن منصة جماعيا المعلمة بتفتح له بحثه بعد الظهر، اشتغلوا ساعات، فإحنا تقدير مجهود المعلمين بيكون بضميرنا وعلى رأسنا. السنة حكينا للمعلمين والمعلمات لا ما بدنا نزيد أقساط، لا نستطيع، لا زيادة للأقساط المدرسية، شو رأيكم؟ فتوافقنا أن لا يكون هناك زيادة رواتب، ولكن ما في زيادة أقساط، رواتبنا عالية ومنيحة، وكان في قبول كامل من الجميع واحترام كامل، قرار تشاركي، قرار مبني على فهم، مبني على شفافية. أكبر خطأ بنرتكبه إحنا لما منحسس المعلم إنه هو بعزلة، إنه هو مش صاحب قرار في المدرسة، وأنه الطالب مش صاحب قرار، إحنا شركاء. حتى الأهالي لما بتقولهم أنا عم بزيد أقساط مدرسية لأنه بدي أحسن وضع منصات التعلم الإلكتروني، لأنه أنا بدي أبني برامج إبداع وابتكار، لأنه بدي أجيب برامج برمجة. اليوم مين مدرسة، شو المدرسة اللي ما بتعلم برمجة تروح تسكر؟ نعم. بدك تعلم برمجة، بدك تعلم ذكاء صناعي، بدك تعلم، بدك أولادك يكونوا مبرمجين، مصممين، مبدعين، مبتكرين. شو بدك تعلمهم أنت بس كيمياء؟ خلصنا ما علينا كيمياء. اليوم في العالم يتجه إلى أنه مهن المستقبل، مهن المستقبل تتغير كل 5 سنوات، فأنت بدك طالب أصلاً ديناميكي وأدابتيف، هو متكيف، يعني بدخل على جامعة بتعلم محاماة، إذا خلال 5 سنين ممكن يتعلم مهنة جديدة، بده يروح يتعلم مهنة جديدة. أيضاً بدك تشجع طلابك على الإقبال على التعليم المهني والتقني، التعليم المهني اليوم الميكانيكي بأودي بألمانيا بياخذ أحسن من أكتر من مهندس ميكانيكي تقليدي، لأنه كل أجهزة الميكانيك اليوم بمرسيدس وأودي هالسيارات وبتسلا السيارات الكهربائية مبنية على تقنيا، مش ميكانيكي بدي يحمل برغي. فأنت بالعكس إذا أنت عززت التعليم التقني بترجع بترفع تنافسية بلدك الأردن، ترجع بتوفر مهن جديدة للمستقبل، بتشغل هالناس، مش نضل نشكي من البطالة، وتخلق بدل ما أنت تخرج موظفين أنت بتخرج منتجين للوظائف. أبونا مدارسنا، وبعرف بدنا نختم هون، مدارسنا بدها دعمنا جميعا، أولا مدارسنا أجل وحدتنا، الصوت المسيحي الواحد، بدنا كلنا مع بعض نشتغل من أجل رفع سوية المدارس. ما بيصير مدرسة قديمة من أقدم المدارس بالصلت والفحص أن لا تكون من أهم المدارس، تغلق بسبب أحوال مالية. بدنا نساعد، بدنا الكنيسة مع المجتمع مع العائلة مع أصدقائنا بالخارج يدعموا هاي المدارس، لأنها ما بتعلم المسيحيين كما أنت تعرف أكثر مني. طيب. إحنا نعلم أبناء الأردنيين والأردنيات، لكن طيب. مدارسنا يعني بيكون مش حلوة بحقنا أن نخسر أبنائنا، أنه نطلع من المدرسة هو شيء يعني مزعج ومخجل، أنه الناس يكونوا أو الأبناء أو الأهلون أن يكونوا حريصين على مدارسنا أكثر منا. شو الرسالة اللي بتوجهيها للأسر المسيحية، العائلات المسيحية، للأردنيين عموما، عندما يكون الحديث حول دور المعلم؟ وإحنا ربطنا المعلم بالمعلم والفادي الإلهي. أين ترين دورنا إحنا؟ إيش لازم نخبر الأهل؟ أول
اولا لازم الاهل يشوفوا انه المعلمين في المدارس هم نماذج انسانيه متكامله، نموذج اخلاقي، نموذج انساني، نموذج بيعطي بيشارك، هو نموذج امام. انا ما عم بعلم ابني كيمياء وبشتمه، هو يتعامل مع ابني باحترام. فاولا علي قبل ان 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 اتواصل مع الاهالي اقدم نفسي انا واقدم زملائي وزميلاتي للاهلين لاعاده بناء الثقه كنماذج انسانيه فكريه عقلانيه علميه تقنيه اخلاقيه روحانيه، بتحب قبل ما بتظلم، بتغفر قبل ما تحكم، نغفر، المغفره، تسامح، هاي مدارسنا، مدارس احنا منسامح على الغلط. بتحسي انه احنا حافظين هذا الدرس؟ لازم نحفظه، لازم نرجع نعيد هاي الرساله اذا لا سمح الله خسرناها. انا ما بعتقد انه خسرناها، بس قد تكون زحنا عنها شوي، هيك صار في ازاح، منعيد منجدد لانها فينا ابونا، نستطيع ان نعيد تجديد وبناء انفسنا وبناء مدارسنا بالتأكيد على النوعية. إحنا كنا دائما نقدم نوعية، ما نتنازل عن الامتياز والكفاءة العالية، بدنا نجيب، بدنا ندرب معلمينا أحسن تدريب، بدنا نقدم لهم أفضل خدمات من أجل التطور الدائم، بدنا نقدم لطلابنا نماذج إنسانية استثنائية. بقى لا أستطيع أن أتكلم عن مدرسة صادقة والمعلم فيها لا سمح الله نموذج غير صادق أو نموذج عادي، ما بصير. أنا اليوم إذا طلابي، ما كنت عم بحكي معك بصدق، بكرة طلابي بحاسبوني، ترى بنضحكش عليهم الطلاب. نعم علي أن أسير بما أقول، فش يعني اليوم لما بحكي أنا بالبيئة، وإذا شافوا طلابي أنه أنا أفسد بيئة المدرسة. رسالتك للمعلم؟ رسالتي للمعلم، يا قبل أن نعلم مواد، نحن بشر، قبل أن نكون أكاديميين نحن إنسانيين، وقبل أن نكون معلمين في مؤسسة تربوية نحن مواطنين لهذا البلد، نحن نعمل من منطلق الصالح العام. هذا البلد الأردن يستطيع من خلالكم أن يعيد تنافسيته وأن يبقى في قلب العالم كله. أنتم مصدر نور لطلابكم، انتوا نماذج إنسانية، انت المصمم وانت المبدع وانت المبتكر، انت بتشتغل مع انت اللي بدك تحدث التغيير من أجل صمود الأردن، من أجل هدول الشباب. أصلا صمود الأردن فيكم، في طلابكم، صمود فلسطين بالأردن أبونا. اليوم الأردن مش بلدنا منتصر؟ اليوم رجعنا، اليوم احنا صوتنا مين؟ كيف هذا صار؟ في صمود أردني بدنا نبني عليه، بدنا نعززه. وفي النهاية المعلم القوي، أنا لا يمكن أن أكون قادرة أن أوصل رسالتي للأهلين وللناس وإلك لو ما أنا حوالي مجموعة من المعلمين والمعلمين معلمات اللي هني سندي، أنا بميل عليهم، بتعلم منهم، بعلمهم، بعلموني، بخطئ بيغفروا لي. فبالتالي حتى علاقاتنا الداخلية مبنية على هاي البيئة التسامحية المحبة الحنونة الدافئة المعطاءة الكريمة. تكرم عم علمينك بيكرموا أضعاف على طلابهم، وإن شاء الله ربنا يوفق، يعني القادم أفضل أبونا. سيدتي يعني الحديث حديث شيق، الله يخليك، يتدفق يعني هذا الكلام العذب الإيجابي الذي يعني يفيض بالأمل بالإيجابية. من كان مسؤول عن مدرسة وما عنده هذا الحس، يعني أنا أقول عليه أن يعتزل هذا المجال، لأن المدرسة مؤسسة تربوية أكيد. هي مصنع أكيد. للشخصية، شخصية الإنسان، والأداة الأهم لهذا التصنيع، ماكينة التصنيع، هي المعلم، وأنت معلمة. تسلم. أنت معلمتنا جميعا. الله يخليك يا أبو. سعادة العين هيفاء نجار. شكرا أبو. رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان، مجلس الملك في هذا الوطن الذي نحب، وعضو لجنة التربية. يعني أنت شيخة عندنا، الله يخليك، شيخة في التربية.
أبداً. نعم أبداً. نعم بالمعنى بالمعنى يا سيدي بالمعنى شكرا. بالمعنى الريادي. وعندما نقول عنك بأنه أنت سياسية، أنت تعطي للسياسة وللشخصية السياسية تعطي هذا الألق وتعطي المعنى والقيمة. فشكرا لك يا شكرا أبونا، أتحفتينا بهذا الحديث الطيب. شكرا. وللأمانة أقول أنه أتمنى لو أن القائمين على مدارسنا أن يأخذوا من فيض ما قدمت لنا في هذا المساء. شكرا. هذه دروس، هذه دروس مهمة، لأنه الإنسان أغلى ما نملك. يا ريت يا ريت أنه المسؤولين عن المدارس واللي بوقعوا الشيكات أن يتذكروا أنه الإنسان هو أغلى ما نملك وأهم من كسرة المدرسة أو ربحت أو كذا. فشكرا. شكرا لك. شكرا. أحبتنا متابعي برنامج عين على المشرق، هذا المساء سعدنا بسعادة العين الأستاذة هيفاء النجار التي أضاءت عيننا على المشرق. ما أجمل هذا المشرق وما أجمله عندما تكون العين التي تنظر إليه عين أردنية. باستضافتنا لسعادة العين أتمنى أن نكون قد أضأنا بعض الشيء على قضية التعليم في الأردن بعد أن تعافى هذا الوطن الذي نحب وتعافى مجتمعنا. إن شاء الله أن يبقى هذا الوضع الوبائي مستقرا وأن تنتقل هذه المدارس إلى عمق الدور الذي هو مطلوب منها، وهو الحفاظ على أجيالنا على التنشئة. إنها مصانع الإنسان. دمتم بخير وإلى لقاء الأسبوع القادم في عين على المشرق. إلى ذلك الحين أتمنى لكم أسبوعا طيبا، تصبحون على خير.